هذه جولة مشاهدينا على أبرز الأخبار التي نتابعها على ساحة الاقتصادية اليوم. البداية من فنزويلا، حيث فاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بولاية رئاسية ثالثة بعد الانتصار على منافسه إدموندو غونزاليس ليخالف توقعات صناديق الاقتراع بفوز المعارضة، وحصل مادورو على 51% من الأصوات مقابل 44% لمنافسه الرئيسي. تبدأ اليوم في أنقرة الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية، من بينها وزارات الطاقة والاستثمار والصناعة والثروة المعدنية. كشف موقع ETF.com عن إقبال كبير من المستثمرين الصينيين على صندوقين متداولين في بورصتي شنغهاي وشنجن يتبعان الأسهم السعودية، حيث قفز كل منهما بالحد الأقصى اليومي البالغ 10% في أول يومين من التداول. وقعت وزارة البترول المصرية اتفاقيات مع شركات عالمية لضخ استثمارات بقيمة 340 مليون دولار لزيادة الإنتاج من النفط والغاز في البحر المتوسط وخليج السويس. تكبدت كيان للبتروكيماويات خسائر في الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 250 مليون ريال، لكنها أتت أقل بكثير من التوقعات لخسائر ب 448 مليون ريال. ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الإسمنت العربية السعودية ب 3% لتلامس 29 مليون ريال، ولكنها جاءت أقل بكثير من التوقعات التي كان متوسطها عند 41 مليون ريال. ارتفعت أرباح الشركة العربية للأنابيب في الربع الثاني ب 26% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي لتصل إلى 57 مليون ريال، ولتأتي أقل بقليل من التوقعات.